يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك بعض المصلين إذا صلى يرفع صوته في الدعاء في السجود والتسبيح في الركوع. يقول هناك بعض المصلين إذا صلى يرفع صوته بالدعاء في السجود وكذلك بالتسبيح في الركوع والسجود فيشوش على غيره من المصلين الآخرين، فما النصيحة لهؤلاء وفقكم الله؟ لا يجوز للإنسان يشوش على غيره، يدعو الله ويقرأ في الصلاة سرا ولا يشوش على الآخرين فيأتم بذلك. نعم.